السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هذا نبدا بالصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه اعزائي الكرام الى انه راح نشارك معكم ماذا جاء في بيان الفاف وماذا اكدت عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. رسميا الفاف اعطتنا بعض التحديثات اعزائي الكرام، وايضا راح نشارك معكم اخبار في غايه الاهميه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. ما نطولش عليكم اعزائي الكرام، مباشره ندخل الى صلب الموضوع. طبعا ها هو بيان الفاف الذي شاركه معنا منذ لحظات، وطبعا بيان الفاف جاء فيه العديد من النقاط. تكلموا عن المنتخب النسوي والمنتخب الوطني الجزائري للصالات والمنتخب الوطني الجزائري الاول، وكذلك رابطه يعني الانديه المحترفه، وكذلك الهواة، وايضا العديد والعديد من النقاط الاخرى. وراح نركز لكم حاليا اعزائي الكرام عن المنتخب الوطني الجزائري الاول. الفاف صرحت قائله: قيم اعضاء المكتب الفيدرالي مشاركه المنتخب الوطني في بطوله كاس افريقيا الاخيره بساحل العاج، وتوصلوا الى فشل مؤسف بعد الاقصاء من الدور الاول لهذه المسابقه القاريه. وتجدر الاشاره الى ان المكتب الفيدرالي وضع منذ انتخابه في سبتمبر 2023 كل الوسائل تحت تصرف المدرب الوطني لضمان افضل ظروف الاعداد له لتحقيق الأداء العالي، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك للأسف. ونظرا لاقتراب المواعيد النهائية لتشكيل المنتخب الوطني الأول، فمن الطبيعي أن يكون تعيين مدرب جديد وطاقم عملي ضروريا. ولهذا السبب كانت لجنة مختصة ومخصصة مكونة من خبراء فنيين مسؤولين عن اختيار قائمة مختصرة من 5 أسماء لها يعني من أجل تدريب المنتخب الوطني الجزائري الأول. كما أكدنا لكم سابقا بين قوسين أعزائي الكرام، قلت لكم لأنه القائمة النهائية تقلصت إلى 5 أسماء بعدما أن كان يعني لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم العديد والعديد من السير الذاتية على طاولة الفاف. كذلك صرحوا قائلين: المحادثات مع المدرب المستقبلي مستمرة. يعني هذا هو التحديث، الفاف راح تأكد باللي أنه راهم حاليا في مفاوضات مستمرة مع المدرب المستقبلي، وسيتم الإعلان عنها قريبا بمجرد التحقق من صحة جميع التفاصيل والاتفاقيات من قبل الجانبين. يعني الفاف هنا حاليا راح لاقيا مدرب جديد راح يجي يدرب المنتخب الوطني الجزائري، وراهم في الروتوشات الأخيرة حسب هذا البيان. وكذلك صرحوا قائلين: سيكون موعد الفيفا القادم في مارس 2024 فرصة للمنتخب الوطني للعب مباراتين وديتين، الجزائر ضد بوليفيا وكذلك ضد جنوب أفريقيا، كجزء من بطولة فيفا سيريز ألجيريا إديشن 2024. يعني هذا ما جاء أعزائي الكرام في بيان الفاف بشكل مختصر عن المنتخب الوطني الجزائري الأول، وهذا هو التحديث بخصوص المدرب الجديد والذي كشفه لنا الفاف. المهم المحادثات جارية مثل ما أكدت لنا الفاف مع المدرب المستقبلي، وسيتم الإعلان عنها قريبا. يعني الفاف حاليا راح لاقي مدرب جديد راح تتفاوض معه، فما وراكم انتم في صندوق التعليقات، ومن تتوقعون المدرب الذي سيدرب المنتخب الوطني الجزائري خلفا للكوتش جمال بالماضي. نشارك معكم حاليا يعني بعض النقاط الاخرى اللي شفتها في هذا البيان. صرحوا قائلين بل أن هنالك تعاون بين الفاف والفيفا، واكدوا قائلين: صادق المكتب الفيدرالي على الاطار الاستراتيجي لبرنامج فورورد سنه 2023-2026، والذي يتضمن اساسا استثمارات لاعاده اطلاق اشغال انجاز المركز التقني بسيبي ولاية تلمسان واقتناء محطات الفار. يعني الجزائر رسميا ستعتمد على تقنية الفار في البطولة الوطنية، فما رأيكم انتم في صندوق التعليقات حول هذا القرار، يعني توفير تقنية الفار في جميع مباريات البطولة الوطنية. وكذلك ايضا اكدوا باللي ان هنالك تعاون مع الفاف وكذلك الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وذلك في اطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين سيتم تنظيم دورة تدريبية لمدربي النساء يوم 14 ابريل 2024 في بسكرة. ونختم لكم اعزائي الكرام هذا البيان هنا، وننتقل الى الخبر الموالي. مدرب نادي اولمبيك ليون دعم نجم الدول الجزائري سعيد بن رحمة، وذلك في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث صرح قائلا: سعيد يحتاج إلى وقت للعب ليرى كيف يلعب شركاؤه في الفريق وكيف يلعب الفريق بصفة عامة، كل مباراة هي خطوة إلى الأمام، أخبرته وجها لوجه أن الأمر لا يعود إليه فقط للتأقلم بل على الفريق أيضا أن يتأقلم معه. هذا اللاعب أعزائي الكرام يعني كي كان مع نادي ويست هام رفقة دافيد مويز كان مهمش، وكان حتى يقدم له أعزائي الكرام أرقى المستويات في كرة الميدان. دافيد مويز دائما ما كان يراه لاعب ناقص، لاعب ما عندوش مستوى وكذا وكذا وكذا، شفناها أعزائي الكرام في العديد من المرات.
ولكن نظن باللي انه انتقاله الى الدوري الفرنسي مالغري انه ما كنتش حاب ينتقل الى الدوري الفرنسي، ولكن بغض النظر حاليا راه ينال المكانه الاساسيه، وهذا ما كان يبحث عنه سعيد بن رحمه. انا فضلته كان بقى في الدوري الانجليزي ممتاز، ولكن هو انتقل الى هذا الفريق وحاليا هو المدرب يدعم فيه عكس المدرب دافيد مويز الذي كان يهمشه باستمرار او لو كان حتى قدم مستويات كبيره لا يعترف به الا في حالات نادره. بالنسبه للنقطه المواليه، محمد الامين عمورة تي جي في الجزائري ما شاء الله عليه دائما وابدا محقق ارقام قياسيه في الدوري البلجيكي، ها هو اليوم اعزائي الكرام يضع اسمه في التشكيله المثاليه للدوري البلجيكي للجوله 26 كما تشاهدون اعزائي الكرام بتنقيط 7.9 من ضمن 10، مزيدا من النجاح ان شاء الله لهذا اللاعب لابن الجزائر ومزيدا من التفوق ان شاء الله في المباريات المقبلة. طبعاً أعزائي الكرام ننتقل حالياً إلى الخبر الموالي. في الآونة الأخيرة سمعنا باللي أن هنالك العديد من الأسماء من المدربين قد ارتبط اسمهم بالمنتخب الوطني الجزائري من أجل تدريب هذا المنتخب في الفترة القادمة خلفاً للكوتش جمال ماضي. سمعنا بالعديد من الأسماء، ومن بعدها أيضاً أعزائي الكرام سمعنا باللي أن تلك الأسماء قد اختفت يعني من اهتمام الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو من المنتخب الوطني الجزائري، أو يعني كل واحد كانت عنده وضعية، مثل هيرفي رونار أعزائي الكرام كان عنده عقد مع منتخب فرنسا فما قدرش يتفاوض مع المنتخب الوطني الجزائري، وقال لهم حتى تنتهي فترة عقدي مع المنتخب الفرنسي للسيدات عاد نجي للمنتخب الوطني الجزائري، ويعني كل واحد وكانت عنده حكاية. وراح نتكلم حاليا أعزائي الكرام عن فلاديمير بيتكوفيتش، واللي سمعنا عنه في الآونة الأخيرة أنه وصلوا عرض من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. هذا المدرب لو كان حتى يعني راه في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ظهر لنا مصدر صيني باللي أنه رسميا هذا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يعني وصلوا عرض من طرف منتخب الصين، وحاليا راح تكون منافسة بين منتخب الصين والاتحاد الجزائري لكرة القدم. إذا كان هذا المدرب راح يكون مدربا للمنتخب الوطني الجزائري راح تكون منافسة، إذا كان راح يكون مدرب آخر يعني هنا ما راحش تكون منافسة. أنا فقط حبيت نشارك معكم أعزائي الكرام ماذا أكد لنا هذا المصدر الصيني. أكد لنا بأنه أصبح هذا المدرب السويسري السابق فلاديمير بيتكوفيتش المدرب النهائي للاتحاد كرة القدم الصيني، وقد حدد اتحاد كرة القدم الآن بشكل تقريبي المرشح للمدرب الجديد. وأيضا أكد هذا المصدر نهنئ فلاديمير بيتكوفيتش على إدراجه في القائمة النهائية لمنتخب الصين، ويشتهر بيتكوفيتش بخبرته التدريبية الغنية ومفاهيمه التكتيكية الممتازة، وإذا قام بتدريب منتخب يعني الصين الوطني لكرة القدم فإنه لا شك سيدخل كرة القدم الصينية إلى الواجهة. فكما قلت لكم إذا كان هذا هو المدرب يعني اللي راه يفاوض فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني راح تكون عنده منافسة مع اتحاد الصين لكرة القدم، لأنه حتى هو مهتم بهذا المدرب ويعني سيفعلون يعني ما عليهم من أجل التعاقد مع هذا المدرب. ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي، وشارك معكم تصريحات بدر الدين بوعناني يعني مع فريقه نادي اف سي لوريون الفرنسي، والذي أكد قائلا عن المنتخب الوطني الجزائري وخياره الدولي قائلا: تمثيل الجزائر كان خيارا يعني واضحا بالنسبة لي من البداية، وأردت أن أمثل الجزائر موطن والدي. اليوم تمكنت من ارتداء قميص المنتخب الجزائري عدة مرات وأنا فخور للغاية بذلك. لسوء الحظ لم أتمكن من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة هذا الشتاء بسبب الإصابة، لكن من الواضح أنني أفكر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة سنة 2025. صراحة خسارة هذا اللاعب يعني ما لعبش معنا بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، يعني لو كان لعب معانا وكان حاضر على أعزائي الكرام ولم يتعرض للإصابة لكان ممكن أنه راح يكون يعني سلاح بديل للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعدما أن رياض محرز هبط في المستوى في تلك الفترة. كنا نحتاج مثل هؤلاء اللاعبين، هو وأيضا أمين غويري اللي كان أعزائي الكرام يعني الجمهور الجزائري ينتظره بشغف أن يعني يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا، ولكن إن شاء الله ما قدر فعل. إن شاء الله خيرها في غيرها، وإن شاء الله البطولة القادمة راح يكونوا إن شاء الله كامل اللاعبين واجدين وحاضرين معانا وبدون إصابات، وكامل يكونوا يتنافسوا مع بعضهم البعض من أجل الظفر بمكانة في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري والذهاب بعيدا بالمنتخب الوطني الجزائري في البطولات القارية القادمة. حاليا نمر الى الخبر الموالي، وشارك معاكم نتائج يعني اليوروبا ليج، وطبعا
إسماعيل بن ناصر يقصي رسميا أمين غويري من هذه البطولة، وطبعا وذلك بعد فوز نادي رين الفرنسي اليوم أمام نادي أي سي ميلان بثلاثية مقابل هدفين. ولكن هذه النتيجة أعزائي الكرام لم تكن كافية لتأهيل نادي ستاد رين الفرنسي أمام نادي أي سي ميلان، لأن مباراة الذهاب كانت بثلاثية نظيفة لصالح فريق نادي أي سي ميلان غويري. وطبعا هذا اللاعبان تحصل على نفس التنقيط حسب موقع سوفا سكور 7.1 7.1 كما تشاهدون هنا أمامكم. حاليا اعزائي الكرام راح اجيب عن واحد السؤال وصلني في صندوق التعليقات، يعني وحبيت نجاوب عليه هنا في فيديو مباشره وليس في صندوق التعليقات. واحد المتابعين صرح لي قائلا: هل ستحقق الجزائر بطوله كاس امم افريقيا 2025 بالمغرب، خاصه انها ستلعب في شمال افريقيا عكس النسختين السابقتين، لوحده لعبناها في الكوت ديفوار يقصد، وكذلك ايضا الثانيه اللي لعبناها في ساحل العاج. هو نعم أعزائي الكرام، بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في شمال أفريقيا يعني حجبين راح تصب في صالح المنتخب الوطني الجزائري وفي صالح المنتخب التونسي، يعني شمال أفريقيا اللي متعودين بهذه الأجواء، يعني ما راح تكون عندنا أجواء مستعصية وحرارة ورطوبة مرتفعة مثل ما كنا نشوفوها في ساحل العاج، ومثل ما بعض اللاعبين تضرروا من تلك الأجواء. يعني هذا الجو السائد في شمال أفريقيا راح يساعد منتخبات شمال أفريقيا بها تتألق في هذه البطولة. ممكن المنتخب الوطني الجزائري يروح بعيد في هذه البطولة، ولكن بشروط. إذا ما كانتش كاينة كولسة أولا، إذا ما كانتش كاينة أيضا ظلم تحكيمي بطبيعة الحال، وأيضا إذا تخطينا دور المجموعات أصلا، لأنه نظن بلي أنه لاعب المنتخب الوطني الجزائري بعد إقصائه من دور المجموعات في كان الكاميرون وفي كان ساحل العاج، نظن بلي أنه لاعب المنتخب الوطني الجزائري ولات جيهم هذيك عقدة أعزائي الكرام. احنا كجماهير، انا كمناصر المنتخب الوطني الجزائري نتكلم على روحي، كان القادم راح نولي نضرب حسابات لهذه العقده للاسف الشديد، يعني مرتين على التوالي. حتى لاعبي المنتخب الوطني الجزائري النفسيه نتاعهم ما راحش تكون غايه، راح تكون اعزائي الكرام دائما يفكروا في تلك النكسه باللي انه ما يقدروش يعني يتفوقوا وما يقدروش يتاهلوا الى دوري ال 16، ويعني يعاودوا نفس الكره وتصبح عندهم عقدة. فإذا تفوقنا على هذه العقدة أعزائي الكرام وفككناها وما كانش هنالك ظلم تحكيمي أو كواليس، المنتخب الوطني الجزائري راح يروح بعيد. ولكن أنا أستبعد المنتخب الوطني الجزائري يفوز ببطولة كأس أفريقيا بالمغرب. وأنتم اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات، تعتقدوا بلي أن المنتخب الوطني الجزائري راح يفوز ببطولة كأس أفريقيا في المغرب أم العكس؟ اكتبوا لنا رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.